السؤال الأول في هذه الحلقة من السائلة مها الشمري من دبي، تقول: بعض النساء تقوم بنقش الحناء في يدها وتكون بعدة كتابات، منها كلمة الله جل وعلا وأيضا محمد رسول الله، وتكون في بطن الكف، فهل هذا جائز أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. أما الخضاب بالحناء فإنه جائز للنساء في حدود ما جرت به العادة وما يحصل به المقصود وهو التزين لزوجها، لكن تغطيه عن الرجال غير المحارم، وإذا خرجت من بيتها تغطي أعضاءها، تغطي زينتها. وأما الكتابة، كتابة لفظ الجلالة أو كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا يعرض هذين الاسمين الكريمين للإهانة، وهو من العبث الذي يصان عنه اسم الله جل وعلا واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.